وباص باص هاد الناس للجامع تقول ما عندهم قاعات، كاين شي قاعات غير سادينو ليش ديرو ما عرفت، يجيو عندنا حنا للقهوه اللي يديروا وكون دابا وكون غير اسمح لي تقول هذا واحد والله تعرف بلا حق عرفت. دابا عندنا واحد الاشكال على هنا هو ولات بحال ملتي استعمالات هادي ملتي يوز هادي مشكل وكلشي من راسي انا اختي احنا. ولكن شنو قلت لك داك النهار؟ قلت لك ما تبقاش ترد لقلبك ولا راسك صافي دوز بوحدي يدي بوحدي ماشي مشكل غير دوز انت. دابا يجي النهار اللي توليت انت عندك قهوه ديالك تولي انت هو الماناجر ولا رئيس علاش نائب الرئيس للرئيس الله يعافيك كلشي قريب. لا لا اختك شكرا بزاف كيعجبني انت الكلام ديالك كله فيه الطموح كله الحمد لله الامل الله يحفظك اختي الله يحفظك علمناه الحب تنتجات سنة 1982 هي أغنية الديفا سميرة بن سعيد ومن تأليف الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي وخلال مرورها في برنامج دندنة مع عماد شهرزاد الإدريسي غنت هذه القطعة نتابعوها أرجع
شانو سبنا الباب باب الهوى من غير مفتاح باب الهوى من غير مفتاح باب الهوى من غير مفتاح لما بقى قل للمليحة بالخمار الأسود كترجع لسنوات بعيدة وبالضبط العصر الأموي. هي الشاعر ربيعة بن عامر، وفي عام 1973 غادي يلحنها ويقدمها الفنان الكبير صباح فخري لجمهور المحب لهذا الصنف الموسيقي. نشوفوا أداء إبراهيم سلطان القطعة قل للمليحة من برنامج حباب رباب ونرجع. بالخمار الأسود
ما دفعت بناسك متعبين قل المليح قل المليح بالخمار الأسود ما دفعت ما دفعت بناسك المتعبين ما دفعت بناسك المتعبين يا ليلي يا للصلاة قد كان شمرا للصلاة قد كان شمرا للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد بباب المسجد فسلبت منه دينا ويقينه الله فسلبت منه دينه ويقينه وتركتني فسلبت منه دينه ويقينه وتركتني في حيرة لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 ابعتني جواب
الحلبية هي فن سوري أصيل وهو أندلسي المنشأ، وانتقل بعد سنوات إلى حلب وعدد من المدن السورية، وتماك تشهر بشكل كبير. وفي عام 2021 غادي يتم إدراج هذا الفن ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي من قبل اليونسكو. نشاهدوا بدر رامي في أداءه للقدود الحلبية ونرجعوا.
أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي السهر والسهر أحلالي أشوف Yeah.
الشباك لارمي لك حالي ومن 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 الشباك لارمي لك حالي يا عيني يا حلو يا شاغل يا حلو يا مسلي يا حلو سيدي يا مسلي يلي بنا الهجر الجوير من المدام يا جميل ويسيني يا من كنت شوري عليك اوعى الهلا الهلا الهيلة 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 يا رب عينا عالهيلة الهيلة الهيلة عالهيلة الهيلة الهيلة يا رب عينا يا رب تجمع بالحبايب شملنا يا رب تجمع بالحبايب شملنا عالهيلة كيف العاده انا شكرا اليوم خصني تابعني تمام عرفت دابا غادي نمشيو باش تنتظر لا نقول لهم اختي كيتعطلوا شويه دوك التيهزوا لا لا كون هاني وتا هما حسن عوانهم مازال الجماعه عاوتاني غادي يجيو نادي الاجتماع صافي راه هضرنا وسع خاطرك بهلول انا مستحق ويلا يلا بالسلامه للمشاهدين خصني حنا ما نسديوش حنا شويه ديال السلام.